خلق الله تعالى الأرض لنعيش في أمن وسلام. التلوث هو أكبر مشكل يواجه كوكب الأرض. فالرمي العشوائي للأوساخ والقمامة، ودخان المصانع والسيارات الذي يسبب تلوث الهواء، والمبيدات الحشرية التي تتسبب في تلوث التربة، وتلوث المياه من تسرب الزيوت والمياه الصرف الصحي، كلها مشاكل تتسبب في إتلاف البيئة وتفشي الأمراض الخطيرة. وللمحافظة على كوكبنا يجب تجنب كل الملوثات ورمي القمامة في المكان المخصص، واستعمال الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية، وتوسيع المساحات الخضراء بالتشجير. علينا الحفاظ على كوكب الأرض لتستمر فيه الحياة. يقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.